بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك تعالى ونعمة. وبعد، أتوجه بالشكر الجزيل للقنيطرة 36 على اهتمامها بالشأن العام لساكنة هذا الإقليم ولعموم المواطنات والمواطنين، وكذلك على اهتمامها بالشأن الديني على وجه الخصوص. نعلم جميعا أن هذه الجائحة وأن هذا الوباء لما ابتلى الله تعالى به البشرية اقتضى أن نتخذ عددا من الاحتياطات وعددا من الأسباب حتى ننجو بأنفسنا من شره. وتعلمون كيف أن داخل هذا الوطن الحبيب، كيف أن مولانا أمير المؤمنين قد تولى تدبير هذا الملف بشكل مباشر. وطبيعة الحال هذا التدبير كانت له مقتضيات متعددة في مختلف المناحي، ومنها المنحى الديني والذي يخص بالأساس اجتماع الناس في المساجد، حيث إن هذا الوباء شر ما فيه هو سرعة انتشار العدوى بين الناس وسرعة انتقاله بين الخلق. فكلما اجتمع الناس وكلما تكاتفوا فيما بينهم إلا وكان ذلك حقلا خصبا بالنسبة له. فبالتالي التخوف من انتشار هذا الوباء داخل المسجد لا يقل عن التخوف من انتشاره في باقي الفضاءات التي يجتمع فيها الناس، سواء الفضاءات التجارية أو العمومية أو ما شابه ذلك. لكن قبل أن أفصل في موضوع يعني منع الناس أو موضوع إغلاق المساجد أو موضوع تعليق صلاة الجماعة بالمساجد، قبل أن نفصل في هذا ينبغي أن نثبت أمرا، وهو أن المسجد هو في وجدان المغاربة جميعا، في وجدان العلماء، في وجدان المواطنين، في وجدان المواطنات، في وجدان الجميع. وأن محبة المغاربة لبيوت الله تعالى هي محبة قوية وكبيرة جدا. وآتي على ذكر رقم بسيط، هذا الإقليم، ونحن نتحدث عن هذا الإقليم، تقريبا كل سنة يتم بناء ما لا يقل عن 12 مسجد. فبالتالي هناك وتيرة مسجد عن كل شهر. كذلك العناية المواطنين والمواطنات ببيوت الله تعالى، عناية الوزارة الوصية ببيوت الله تعالى، الأفريشة، النظافة إلى غير ذلك، وهذا كله ملاحظ. بل هذا البلد أن يتفرد باليوم الوطني للمساجد حتى نسعد جميعا بإنجازاتنا في مجال البناء ومجال التشييد. وطبعا تخصص لذلك جوائز تكريمية وحوافز لكل القائمين على هذا الأمر من معماريين ومهندسين وكل من يسهم في بناء بيوت الله تعالى وفي تشييد بيوت الله جل جلاله. زد على ذلك أن كل عمالة عمالة وكل إقليم إقليم بها الشباك الوحيد الذي يتم بدراسة ملفات المساجد، والذي يرأس هذا الشباك هم العلماء، هم رؤساء المجالس العلمية، هم المخول لهم بالتنسيق مع السلطات المحلية والسادة العمال والولات، هم المخول لهم النظر والبث في هذه في بناء المساجد والترخيص بإقامتها. إذا الشاهد من هذه الإشارات التي أذكرها بعجالة أن المساجد هي في وجداننا جميعا، والحرص على عبارتها
والحرص على إقامة الصلوات بها، والحرص على ذكر الله تعالى بها، والحرص على أن تكون فضاءات للتربية وللتعليم وللتزكية وللتفقيه، هذا حرص أكيد وحرص ثابت عند العلماء، بل هم الذين يحفزون الناس على هذا، هم الذين يستنهضون الهمم لبناء المساجد، وهم الذين يستنهضون الهمم لكي يقبل الناس على دروس العلم، وهم الذين يستنهضون الهمم كي يشهد الناس صلوات الجماعة إلى غير ذلك. إذن هذا الأمر في وجداننا جميعا. لكن بعد هذه التوطئة أعود وأقول، هذا النقاش الذي يثار الآن ما بين قائل بضرورة التعجيل بفتح المساجد وقائل بضرورة التريث وعدم فتحها خوفا من انتشار الوباء أو خوفا من العدوى، طبيعة الحال هذا النقاش هو يعبر ويدل على أننا نعيش في بلد نعيش في أجواء الحرية، كل يعبر عن رأيه كيفما ظهر له وكيفما تبين. لكن الذي علينا أن نعلمه هو أنه في قضايا الدين، في قضايا الدين النقاش العلمي دائما نرده إلى أهل الاختصاص ونرده إلى العلماء، لأن هذا التنازع الذي لا يقوم على علم معنى ذلك هو تنازع يقوم على الهوى ويقوم على التشهي. أما التنازع الذي يقوم على الدليل والبرهان هذا هو يعني الخلاف العلمي، وهذه المذكرات العلمية، وهذه السجالات العلمية، أو سميها كيفما تشاء من أسماء. طيب لماذا نقول بإغلاق المساجد؟ نقول بإغلاقها ولا نقول بتعطيلها؟ المسجد يقوم بوظيفته، فكون المسجد هو مكان لإعلان ذكر الله فالآذان يرفع في المساجد ولم يعطل قط، الصلاة بالمسجد لم تعطل قط، يصلي به الإمام والمؤذن، فكلاهما في حكم من يسكن بيت واحد، فبالتالي هم يراعون الشروط المرجوة والمطلوبة ويقومون الصلاة. قراءة الحزب الراتب هي ثابتة داخل المساجد. الذي حرمناه في هذه المرحلة هو أن نجتمع للصلاة ببيوت الله تعالى. إذن الإشكال الحقيقي الذي نناقشه الآن لا نناقش الصلاة بالمسجد أو عدم الصلاة بالمسجد، نحن نناقش الاجتماع، نناقش اجتماع الناس في مكان واحد وفي فضاء واحد. المنع كان خشية انتشار العدوى بين الناس، والذي أكد هذا هم الأطباء، هم الخبراء الذين يهتمون بصحة العباد، هم علماء الفيروسات. تقريبا هذا الذي يحدثوننا عنه يعني نفس الحديث كما نسمعه داخل المغرب، نسمع نفس التحليلات ونفس التوجيهات على الصعيد العالمي. إذن تم إجماع دولي من قبل أهل الطب ومن قبل علماء البيولوجيا ومن قبل العلماء المتخصصين في الفيروسات، هناك إجماع على أن هذا المرض هو مرض معدي وهو سريع الانتشار بين الخلق، والأصعب من ذلك كله هو أن يوجد بيننا من يحمل هذا الفيروس وغير عالم به، وبالتالي سوف يؤدي أحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه. فمن ثم كان التخوف من الاجتماع، كان التخوف من الاجتماع، وهذا هو مناط هذا الحكم، أن نحقق المناط. لماذا هذا المنع؟ المنع هو خشية انتقال العدوى. إذن هذه العدوى التي نخشى من انتقالها، هل الآن ارتفع الفيروس من حياة الناس؟ هو لم يرتفع، هو لا يزال، بل نجد أن مناطق لم تشهد من قبل
واليوم هي تشهده، ونجد أن نقط متناثرة في هذا العالم لم يسبق لأهلها أن يبتلوا بهذا الفيروس، والآن هم يعانون من شدته. ونجد فمعنى هناك سرعة انتقال وهناك حضور لهذا الفيروس. إذن ما دمنا قد رتبنا هذا المنع على هذه العلة، علة انتقال المرض بين الناس وعلة العدوى، ومعلوم عند الأصوليين أن الحكم يضر مع علته وجودا وعدما، حال وجود العلة يثبت الحكم، وحال غياب هذه العلة ينتفي هذا الحكم. فما دامت هذه العدوى لا زالت قائمة بين الناس، فمعنى ذلك لا بد وأن نبقي على الأمر الأول وعلى القرار الأول. هذا الاعتبار الأول. النظر الفقهي الثاني في هذه المسألة هو أن الحق سبحانه وتعالى قد قدم مصلحة النفس على مصلحة الدين، وهذا أمر مقرر عند العلماء، مقرر عند العلماء. وأضرب في هذا المقام مثالين اثنين حتى تتضح الصورة، وإلا فهذا مبحث أصولي كبير جدا لا يسع المقام للتفصيل فيه، ولكن أذكر كما قلت مثالين اثنين. أما المثال الأول، مثال سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، عندما أكره على الكفر، أكره بين أن يكفر أو أن تضرب عنقه، فما كان منه إلا أن صرح بالكفر، وبعد أن خلص نفسه من الموت ومن القتل لام نفسه وعز عليه أن يكفر بالله تعالى، وهو الصحابي الجليل الذي يقدر الله تعالى حق قدره، ومع ذلك لم يصمد ولم يثبت فتكلم كلمة الكفر. ربنا جل جلاله أنزل فيه قرآنا يواسيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالحق سبحانه وتعالى لم يعاتبه على هذا الاختيار، ولكن الحق جل جلاله أكد له ورجح له أن ما ترجح لديه من حفظ نفسه على حفظ دينه هذا هو عين الصواب، وهذا هو الشاهد من ذكر هذه القصة. فأقر الحق سبحانه وتعالى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أن قدم مصلحة النفس على مصلحة الدين. والمثال الثاني هو للغامدية التي وقعت في خطيئة الزنا، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فطهرني وإني حبلى من الزنا. والحديث هو مشهور ومعروف. طبيعة الحال هذه المرأة قد وقعت في معصية وفي كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة يرتب عليها الإسلام ويرتب عليها الشرع حد الذي يسمى بحد الزنا، فهل عجل النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها؟ لا، والحد من الدين، الحد من الدين، لم يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، ولكن أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع جنينها وحتى تلد. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ النفس هو مقدم على حفظ الدين، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ فيها حد الزنا فيهلك بذلك جنينها، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وإنما قدم مصلحة الجنين وآثر حياة الجنين. وبهذا يتجلى كيف أن هذا الدين يقدم مصلحة النفس على مصلحة الدين، وهذا هو النظر المعتبر عند علمائنا عندما قالوا بعدم الاجتماع على الصلاة في المسجد. النظر الفقهي الثالث، عندنا قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فعندما نتوقع وقوع الضرر ويترجح لدينا أن هذا الضرر لا شك واقع،
فلا بد من دفعه ولا بد من رفعه. فعندما اختار علماؤنا ألا تفتح المساجد في وجوه عموم الناس فيجتمعون للصلاة بها، عندما اختار علماؤنا هذا فمعنى ذلك هم اختاروا دفع الضرر عن الناس، والضرر المتوقع هنا هو العدوى التي من شأنها أن تلحق بخلق الله وبعباد الله. والنظر كذلك الفقهي الرابع هو بعد دفع الضرر أن هذه الشريعة جاءت كي ترفع عنا الحرج، فلا تكليف إلا بمقدور، فلا تكليف إلا بمقدور. ربنا جل جلاله ما جعل علينا في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال ربنا جل جلاله، فالحرج في الشريعة مرفوع والضرر كذلك يزال. فكل ما من شأنه أن يجلب للناس الحرج وأن يجعلهم يعيشون العنت فهذا أمر مدفوع ومرضوض ولا يرتضيه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله. النظر الفقهي الخامس هو اعتبار المآل، أي أننا بعد هذه القواعد التي بشأنها الموازنة ما بين الأضرار ما بين المصالح وما بين المفاسد، نأتي على اعتبار المآل، وأن هذه الشريعة تراعي ما تفضي إليه الأعمال وما تنتهي إليه الأعمال. فلا إن كان اجتماع الناس في المساجد سوف ينتهي بهم إلى كارثة التي لا قدر الله، سوف ينتهي بهم لا محالة إلى هذه الكارثة، فإن اعتبار هذا المآل هو اعتبار المشروع، هو من الدين. فلذلك نحن لا نريد أن تتحول بيوت الله سبحانه وتعالى إلى بؤر للوباء، كما نسجل هذا في عدد من المرافق التي تم فتحها في وجه العموم، وعانى الناس بسبب هذا الفتح ما يعانونه. إذن هذا بشكل يعني مستعجل وبشكل يعني فيه تلخيص شديد وكبير، أذكر هذه القواعد على الجملة كي يظهر أن هذا القرار، قرار منع اجتماع الناس في المساجد، له أسس وقواعد شرعية يتكئ عليها ونحن نطمئن إليه. بعد هذا نأتي إلى أمر نجده يثار بين الناس، لماذا فتحت الأسواق ولماذا فتحت عدد من المرافق التجارية والاجتماعية في حياة الناس ولم تفتح المساجد؟ هنا ينبغي التذكير أن هذه المرافق التي فتحت هي مرافق مرتبطة بمعاش الناس بكسب الناس، ونحن نعلم أن الناس عانوا وقاسوا ما قاسوا في هذه المرحلة، مرحلة الحجر الصحي، عانوا معاناة شديدة وضيق العيش، رغم أن هذا المجتمع تكافل وتضامن فيما بينه وآزر بعضه بعضا كي نخرج من هذه المحنة، ومع ذلك الناس عاشوا ضيقا وضنكا وعاشوا عادة، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات التجارية الموجودة في البلد التي صارت تخشى على نفسها الإفلاس والضياع. طيب، هذه عندما نتحدث عن هذا نتحدث عن الضروري، ما به تقوم الحياة، ضرورة الحياة لا بد من الكسب. فنحن نوازن هنا ونفاضل ما بين مفسدتين، مفسدة الافتقار ومفسدة العنت ومفسدة ضيق العيش إذا استمر الإغلاق، وكذلك عندنا مفسدة انتشار العدوى، كلاهما مفسدة ومفسدة. هنا القاعدة الأصولية أننا نرتكب أخف الضررين أو نتحمل أخف الضررين، هذا ضرر وهذا ضرر، فأخف الضررين هنا هو انتشار العدوى، ونحن نأخذ بعين الاعتبار أن في هذا لابد وأن نأخذ بالأسباب الوقائية التي يتم توجيهنا إليها وأن نعملها في حياتنا
حتى نستطيع تقليص هذه الإصابات وتقليص مجال انتشار العدوى. ونتحمل هذا كي نخلص الناس من الفقر وكي نخلص الناس من ضيق العيش. إذن هذه مفسدة وهذه مفسدة. لكن عندما ننتقل إلى المسجد فالصورة هنا تختلف تماما، والمقارنة هنا لا تستقيم، لأن هذا لأن كسب الناس هو يدخل في الضروري، لكن انعقاد صلاة الجماعة بالمسجد وهي السنة المؤكدة، انعقاد صلاة الجماعة بالمسجد هذه يدرجها العلماء في التحسين، وهناك من ارتقى بها إلى درجة الحج، فمعنى ذلك أنهم لم يرتقوا بها إلى درجة الضروري، فمعنى أن حياتنا قد تستقيم وقد تنتظم ولن تتأثر بشكل كبير ولن نعيش الحرج الكبير جدا إذا ما حطنا صلاة الجماعة بالمسجد حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على الأنفس، وهي المصلحة المعتبرة شرعا. وهنا لابد أن نتأمل في الرخص، كيف أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في الجمع في المطر والوحل والليل الدامس إلى غير ذلك من الصور، هذا كله مراعاة للإنسان وحفظ ومحافظة على النفس البشرية من الضياع ومن الهلاك. إذن هذه الموازنة لا تستقيم. كذلك عندما نأتي على هذه النماذج، كيف أن هذه المرافق قد فتحت وكذا وكذا وكذا، طيب علينا أن ننظر بعين الإنصاف، طيب تم فتحها، ولكن هل هذا لم ترتب عليه يعني التصاعد في انتشار العدوى؟ بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم، وواقعنا يظهر إقليم قريب منا ظل صامدا طيلة مرحلة الحجر الصحي ولم يسجل ولا حالة واحدة، ولو إصابة واحدة لم يسجلها، لكنه في الأيام الأخيرة تعرض للإصابة وأصيب بعض أبنائه وبعض أفراده، هذا فقط لاجتماع الناس في جنازة، لاجتماع الناس في الجنازة. هب أن هذه الجنازة لو حملت إلى المسجد كي يصلى عنها، ما مدى هذا انتشار هذا الفيروس الذي كان لا قدر الله سوف ينتشر في خلق الله سبحانه وتعالى، علما أننا لن نستطيع أن نضبط من حضر بالمسجد ومن لم يحضر، وهذا الذي صلى معنا من المسجد من أين أتى وإلى أين ذهب، لا نستطيع ضبط هذا، ولا نستطيع على الإطلاق، والمغرب يعرف أكثر من 54 ألف مسجد، أن نخضع هذه المساجد كلها للأسباب الوقائية وللتعقيم ولكذا ولكذا، هذا كله لا نستطيع. إذن هذه موازنة هي لا تستقيم، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها ولا يمكن الالتفات إليها، وقد تذكر بعض النصوص ويتعسف فيها، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومعلوم أن الناس الذين يهتمون بالقرآن الكريم ويهتمون بالتفسير وكذا، هم يرون أن هذه الآية هي بعيدة تمام البعد عن هذا النقاش الذي نناقشه، لأننا لأننا عندما نتحدث في هذا المقام عن الإغلاق، هذا ليس من الإفساد في المساجد وليس من السعي في خرابها، وإنما هذا من حفظ الأنفس ومن حماية العباد من آفة هذا الوباء. ختاما وأنا أذكر هذا الكلام على عجل، أقول لكم أن الذي خلص هذا الوطن وجعل تجربته من التجارب المحمودة على الصعيد العالمي هو الثقة، الثقة التي تعتبر رأس مال، ثقة الناس في ملكهم، ثقة الناس في مؤسساتهم، ثقة الناس في علمائهم. لما اختار المغرب وقرر هذا القرار الحجر الصحي، التزمه المغاربة ودخلوا بيوتهم وتركوا أعمالهم كلها. لما اختار المغرب قرار الحجر الصحي، قبل عن نفسه أن يتخلف أبناؤه عن الجامعة، وأن يتخلف أبناؤه
يعني عن المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، رغم أن التلاميذ والطلبة هم مقبلون على أشد مرحلة وهي مرحلة الاختبارات، ومع ذلك امتثل المغاربة. امتثل المغاربة لرأي علمائهم وهم يثقون فيهم عندما أشاروا عليهم بعدم الاجتماع في المساجد، فقبلنا أن لا نجتمع وأن لا نصلي التراويح في رمضان على مضض، وكم آلمنا هذا وكم عز علينا، ولكنه تقدير المصلحة، أننا قدرنا فعلا المصلحة الحقيقية. إذن هذه ثقة لا بد وأن تظل قائمة بيننا، ونعلم أن علماء أمتنا المشهود لهم بالنصح، والمشهود لهم بحبهم لوطنهم، والمشهود لهم بإخلاصهم لإمامهم، والمشهود لهم بحرصهم على أبناء هذا الوطن، هم الذين يشيرون عليكم اليوم ويقول لكم إياكم 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 أن تجعلوا مساجد الله وبيوت الله بؤرا لهذا الوباء وبؤرا لهذا الفيروس. فمزيدا من الصبر، ومزيدا من الحلم، ومزيدا من التحمل، والله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، وسوف يجزينا الله سبحانه وتعالى خير التواب على صبرنا، وسوف يحفظ لنا تواب صلاة الجماعة. ولكن نتحمل قدر الله سبحانه وتعالى، نتحمل قدر الله جل جلاله، نتحمل قضاء الله سبحانه وتعالى فينا، فإن مع العسر يسرا، والله سبحانه وتعالى لا شك سوف يفرج الأمور. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الضر والبلاء، والحمد لله رب العالمين.